هنا بقى هنحضر ايه الشنطه ادلكوا النور ثواني عشان احنا طفينا النور اصلا. ماشي هنا بقى ايه هنعمل ايه هنحضر الشنطه. بصوا بقى الهدوم هدوم اهي برصها كده مثلا ايه ياسين طقم وطقم وطقم يبقى 3 اطقمه سيف طقم وطقم مثلا 3 اطقمه سميك 3 اطقمه بعمل كده بقى. طقم اهو بتاع ياسين هحضر بقى الشنطه عشان هنقعد طبعا يومين ثلاثه كده لحد ما فاطمه تيجي تعمل السبوع ان شاء الله. اهو كده بس الناحيه دي بتاعت ياسين انا بعمل كده ما بكون رايحه عند امه هقعد فتره طويله بعمل كده. والناحيه دي بتاعت سيف مثلا سيف اهو راح اجيب له بقى بيت هدوم من الحبل واجيب هدوم لسمير. ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هيبقى ان شاء الله الفلوج بتاع الواده بتاعت فاطمه هنتصل بيها الصبح وقال لي فاطمه تعبانه روحي لها عشان هو كان في الشغل. اتصلت باحمد جه من الشغل ورايحين نشوف هنوديه للدكتور بقى عشان هتولد النهارده ان شاء الله باذن الله على العصر. ادعوا لها كده بقى بدعوه حلوه كده ان شاء الله ربنا يقومها بالسليم. يلا خليكم معانا بقى وطبعوا الفلوج النهارده ان شاء الله يعجبكم ويبقى حلو باذن الله. بيعدلوا كده الكورنيش بيظبطوه يعني بيظبطوا الكورنيش بقالي كتير ما بعديش فلقيتهم بيظبطوا الكورنيش النيل. يلا يعني الفاطمه فاطمه بابا اهو مش قادرة افتح السلم. بابا يتقفل بابا يتقفل. فين فاطمة؟ حضرتوا الشنطة؟ ايوه حضروا الشنطة. قولي كلمة لفاطمة. يوم بسلامة يا بنتي يا رب انت واللي زيك يا رب. شوفي سلامتك بعينك يا فاطمة يا بنتي انت واللي زيك يا رب. تعبتها والله قبل ما اجي يا رب. يلا يا حاجه فاطمه استنى يلا قولي للناس اي كلمه. تعبانه والله يا ماما تعبانه عليكي. ادعوا لها يا حبيبي ادعوا لها ربنا يقومها بالسلامه بقى. قولي عشان انا الواحد خايف والله وتعبانه سيبيها على الله. لا ما تخافيش ان شاء الله خير. يلا انتوا كنتوا بتشوا ولا ايه؟ لا ده الشوايه بتاعي والله. هاتي شنطة حطي فيها الدنيا هنا ضلمة شوية هتلاقيك عشان عطشانة وجعانة. فاطمة خايفة بتقول انا خايفة قلت لها ما تخافيش يا بنتي ان شاء الله تطلعي بالسلامة ان شاء الله باذن الله ما تخافيش. احنا كده طلعنا العيد اهي. احنا كده دخلنا الاوضه العياده وخلاص اهو فاطمه هيحضروها العمليه. احمد جابوا لها الحاجات هو بيجهزوك يا فاطمه. يلا بقول لك ايه يعني بقول تعالي يا سلمى. سلمى طلعت لحقت طلعت اهو ده السرير بتاع فاطمه قالوا ده حلو والله. ده سرير البيبي ده الحمام بتاع الاوضه والحمد لله في كنبه عشان لو كده اقعد جنبها انام جنبها. هيجينا يا نونا صغنونه هيجينا يا نونا وهنرضع ونعمل يلي ويلي.
ان شاء الله خير باذن الله. مفيش اي حاجه يا جماعه، وان شاء الله تطلع بالسلام. دعوه حلوه منكم. نزلنا نجيب حاجات وطلعنا، العصر بيدنا ان شاء الله باذن الله. تقومي بالسلامه يا فاطمه ان شاء الله. جبنا حاجات اهو، كيكات وعصاير وحاجات علشان ما افطرناش حلو. يلا قولي اي حاجه. كلهم بيضحكوا، كلهم بيضحكوا، انا خايفه. لا ادعولي. لا ان شاء الله خير باذن الله. بصوا ما بنركبوا لها المحاليل اهي، وان شاء الله تخش هي تعملها على طول. انت اللي تخشي الاول على فكره. انا اخش الاول؟ ان شاء الله. ماما قول صعبه يا جماعه، ادعوا لها يا جماعه بالله عليكم، عشان هي خايفه جدا. هي كل مره تقول انا خايفه. ساعه احمد برضه عملت نفس الكلام وكانت خايفه جدا. ان شاء الله تطلع بالسلامه. ما لحقناش نعمل اي حاجه، كنت عايزه اعمل حاجات كتير والله. خدتنا على سهوه كده. تعمل حسابي بعد يومين. يلا ان شاء الله على خير. قولي يا رب طول ما انت ماشيه كده. يلا ما تخافيش. ينفع نخش معاها؟ اه ينفع نخش معاها؟ ايه دخلت خلاص. طلع ملاك. ادعوا لها بقى ان شاء الله تطلع بالسلامة باذن الله. يا فاطمة دلوقتي في العملية مستنيينها ان شاء الله تطلع بالنونة. امك فين يا هتطلع بالنونة؟ اديني فكرة كده هتعمل ايه مع النونة؟ اديني فكرة، قولها انت هتعمل ايه مع النونة؟ اما النونة هتطلع تعمل فيها ايه؟ احمد كان قاعد خايف والله العظيم، اول مرة الاقيه كده ما شاء الله قاعد ساكت وخايف. وفاطمة طلع مش عارفة ماله النهاردة، فقلت لها كده تلاقيه خايفة عليكي يعني عشان داخلة العملية. اه في عمليات جوه، فقلت لها ده تلاقيه بيفكر هيعمل ايه مع النونه لما تطلع. فاطمه جوه هنا جوه. اه ما ينفعش نخش، الدكتور هيزعلك ولا تطلع. ربنا يستر بقى ويديها بنج كلي، علشان هي بتخاف من البنج النصفي قوي، ما بترضاش تاخد بنج نصفي، وهم يدوها بنج نصفي. بس يا رب يدوها كلي عشان ما تخافش. طلعي 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 طلعي. مش انت دي، مش بتاعتكم دي، بتاعتي. ولدت خمسه؟ اه ولدت 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 ولدت. فين الطاجن ده؟ مصطفى جاب لنا كشري. ايه؟ بقول لهم مصطفى جاب لنا كشري. والله لا تاكلي، خدي بس. مصطفى جاب لنا كشري. واحنا جبنا تين. تين بشوف احنا قاعدين في الجنينه ولا ايه؟ ليه؟ طب هاتي الشنطه. واحنا جبنا تين اهو. فاطمه عايزه تين. عمال تقول انا عايزه اكل، عايزه اشرب، عايزه تين. لما تقومي يا اختي هعلك طبق اهو، والله عينه طبق. لما تيجي طبق تين اهو. تين بشوكي. اه فاطمة هنا هي بس مش هينفع اجيبها لكم بقى. عنون الحمد لله طلعت بالسلامة. احنا هناكل بقى عشان ميتين من الجوع صراحة يعني. استنونا بقى الفيديوهات جاية كتير ان شاء الله. وشكرا جدا جدا لكل دعوة فاطمة. تقوم بالسلامة، ربنا يخليكوا لينا. شكرا جدا.